اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو aquatips.com. والكوليسترول، هنتكلم عن الكوليسترول وهنتكلم ازاي ان انت تقلله بطريقه طبيعيه، وهنتكلم عن حاجات انت ما تعرفهاش عن الكوليسترول والفرق بين الانواع بتاعته، وهيكون في معلومات مهمه جدا في الفيديو. قبل ما نبدا يا ريت سبسكرايب وجرس التنبيهات وفولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. مستويات الكوليسترول اللي هي بتكون غير طبيعيه في جسمك، او اللي هي ديسليبيديميا، فديت بتكون نتيجه او بتكون من ضمن الاعراض لسبب تاني او مشكله تانيه في جسمك او بتحصل جوه جسمك. يعني مش هي ديت سبب المشكله، دي بتكون عرض من ضمن اعراض المشكله، فمش هي الجذر او مش هي الروت كوز. فالمفروض ان انت اي مشكله في الدنيا، سواء مشكله صحيه او سواء حتى مشكله في العربيه اللي انت راكبها او السياره اللي انت راكبها، ان انت مش بتحل العرض اللي بيظهر لك، انت بتحل السبب او الجذر بتاع المشكله علشان المشكله دي تتحل صح. فهنتكلم طبعا الاسباب، بس قبليها عايزين نتكلم الاول عن الانواع بتاعه الكوليسترول. النوع الاولاني اللي هو بيكون اسمه LDL او Low Density Lipoprotein، وده اللي بيكون معروف بالكوليسترول الضار او الكوليسترول السيء. وفي الحقيقه ان هو مش على طول بيكون سيء، يعني انا ممكن اجيب شخصين الاثنين عندهم ال LDL مرتفع، بس واحد عنده ريسك عالي ان هو يجيله امراض قلب او اي حاجه من الامراض دي، والشخص الثاني بتكون صحته 100 100، ممكن يعيش لحد 90 سنه ولا حتى 100 سنه وما عندوش اي حاجه، ويوم ما هيموت هيموت بحاجه بعيده عن الكوليسترول او اي حاجه من دي. طيب ليه الكلام دوت؟ لان ال LDL لوحده مش هو السبب بتاع المشكله، يعني الرقم الاخراني ما بيبقاش مؤشر لاي حاجه. اللي بيكون مؤشر فعلا بتبقى الثلاث حاجات ديت. اول حاجه هو عدد الجزيئات بتاعه ال LDL، دي حاجه بنسميها LDLP او اللي هي البارتيكلز، يعني اللي هي عدد الجزيئات. المؤشر الثاني او الحاجه الثانيه بتكون حجم البارتيكلز او حجم الجزيئات دي، ودي بتكون اهم بكتير بكتير من العدد بتاع الجزيئات او من المؤشر اللي قبليها. الحجم بتاع الجزيئات دوت كل ما كان صغير كل ما الخطوره بتاعته بتكون اعلى، كل ما في ريسك اكتر ان هو يجيب لك تجلطات او يعمل انسداد في الشرايين او يعمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنسمعها. فاخطر حاجه بتكون لحد دلوقتي هو الحجم بتاع الجزيئات. يعني تخيل نفسك مثلا، لو هندي مثال عشان نشبه الموضوع ده، تخيل مدينه زحمه زي القاهره مثلا او زي وسط البلد بالذات في القاهره، الحته دي بتكون زحمه، بس لو نفس عدد الناس دوت انا جمعته في اتوبيسات، الاتوبيسات دي حجمها كبير، يعني كل اتوبيس شايل 50 بني ادم او 100 بني ادم او اي حاجه، فهتلاقي ان الزحمه ديت قلت يمكن 10 مرات اقل، والطريق بقى جميل والحياه بقت حلوه ومفيش اي حاجه بقت متعطله. انما لما بتكون الجزيئات صغيره او كل واحد كده لوحده، فساعتها الخطوره هنا بتزيد، الزحمه بتزيد، ساعتها الريسك بتاع امراض القلب والحاجات ديت بتزيد. الحاجه الثالثه في ال LDL اللي احنا المفروض نتكلم عليها زي ما مكتوب هنا changes of those particles، او التغيرات اللي هي ممكن تحصل للجزيئات دي، زي الاكسيديشن او الاكسده او الجلايكيشن. جلايكيشن يعني لما يكون الجلوكوز عندك عالي او اكلت سكر كتير او الى اخره. فالمؤشرات ديت بتكون اهم بكتير من المؤشر اللي هو بيقول لك العدد الكامل بتاع ال LDL دوت قد ايه. ده مش بيدل على اي حاجه، انما الثلاث حاجات التانيين بتكون اهم بكتير. طيب ايه بقى الحاجات اللي هي بتخلي ال LDL ده يكون اسوأ، اللي هي مثلا بتغير من شكل ال LDL او بتخلي الجزيئات بتاعته حجمها صغير فالريسك بتاعها بيكون اعلى، او كل الكلام ده. الحاجات اللي بتزود الريسك بتكون كالاتي: اول حاجه بتكون الاكسده او الاوكسيديشن، الحاجه اللي بعديها بتكون الانفلاميشن او الالتهابات، والحاجه الاخرانيه بتكون بلاد شوجر ديس ريجوليشن او عدم انتظام سكر الدم، او انت بتستهلك سكريات زياده عن اللزوم. بعد كده بنخش في نوع الكوليسترول الثاني اللي هو بيكون اسمه HDL، ودوت اللي معروف بالكوليسترول المفيد، او ده اللي انت محتاج تعليه في جسمك، لان ده وظيفته الاساسيه ان هو بيشيل الكوليسترول المضر. بيشيل الكوليسترول المضر دوت من الاوعيه الدمويه، وبيوديه ساعتها على الكبد علشان يحصل له ميتابوليزم او علشان الجسم يتخلص منه. فال HDL دوت من اروع مما تتخيل. ال HDL ده بيكون يعتبر مضاد للالتهابات ومضاد اكسده ومضاد للتجلطات. فكل ما كان الرقم دوت كان عالي، كل ما انت بتكون مأمن نفسك اكتر. والحاجات طبعا اللي هي هتبوظ لنا ال HDL هي نفس الحاجات اللي بتبوظ ال LDL، اللي هما الثلاثه دول: انفلاميشن، اوكسيديشن، و
عدم انتظام سكر الدم. بعد كده بنخش في الحاجة التالتة اللي هي الترايجليسرايد، دوت القياس التالت بالنسبة للدهون في الدم. الترايجليسرايد أو الدهون الثلاثية ديت بتيجي من إيه؟ لو أنت كلت كربوهيدرات كتير والكربوهيدرات ديت ما دخلتش جوه الخلايا بتاعتك علشان تنتج طاقة، زي الحالة اللي بتحصل عند 70% أو 75% من الناس اللي بتتفرج عليها، دي بتبقى حاجة اسمها انسولين ريزيستنس أو مقاومة للإنسولين. فجسمك علشان يتخلص من السكر الزيادة ده فبيبتدي إن هو يودي الكلام دوت للكبد، والكبد بيحول السكر الزيادة أو الكرب الزيادة ده لترايجليسرايد أو لدهون ثلاثية. دي طبعا حاجة مش كويسة، ودي حاجة مفروض ان انت تكون بتتجنبها او بتحاول ان انت تخلي الرقم دوت يكون قليل، ويفضل ان هو يكون اقل من الرقم بتاع الـ HDL او بتاع الكوليسترول المفيد. فالحاجات اللي انت هتبعد عنها علشان تخلي الترايجليسرايد بتاعك يكون في السليم هي طبعا الكربوهيدرات الزيادة. لو انت بتستهلك كربوهيدرات اكتر من اللي جسمك يعرف يتعامل معاها فانت كده بتزود الترايجليسرايد، ولو بتستهلك كميات اكل عموما زيادة عن اللزوم فانت كده برضو بتزود الترايجليسرايد، وغالبا الاثنين بيبقى واحد. الناس اللي بتأفور في الكارب وفي السكر تستهلك اكل زيادة عن جسمها بيكون في احتياج ليه. فالحل البسيط للموضوع دوت بيكون كالآتي، ان انت تعالج سبب المشكلة نفسها، مش تعالج الرقم اللي بيطلع ده، انت عايز تعالج السبب. ايه السبب اللي ادى للحاجات ديت؟ اختياراتك السيئة للأكل، طبعا عدم التمرين، طبعا قلة النوم والاسترس العالي. كل الكلام دوت بيبقى يعني الكوكتيل المثالي لان انت تحصل لك اي مصيبة صحية او اي حاجة او اي مشكلة مزمنة في صحتك. فان انت تظبط الحاجات دي دوت هيكون الاولوية. وطبعا قصة الدايت او اختيارات الاكل رغم ان هي بتختلف من شخص للتاني، بس الاساسيات بتكون واحدة. يعني الحاجات اللي انت مفروض تبعد عنها بتكون ايا كان الدايت اللي انت هتتبعه بتكون كالآتي: الحاجات الغنية بالأوميجا 6 مفروض ان انت تبعد عنها، اللي هي زيوت النباتية او زيوت البذور او الى اخره، ديت ملهاش اي لازمة. الحاجة التانية طبعا اللي هي هتكون الفركتوز او السكر الزيادة، ما اقصدش الفركتوز اللي هو بيكون جاي من الفاكهة، لو بتاكل فاكهة كاملة دي قصة تانية، بس فركتوز لوحده زي اللي بيكون موجود في المشروبات الغازية او في الحلويات او غيره، فده طبعا انت المفروض بتبعد عنه. ومفروض طبعا ان انت بتبعد عن اي اكل بيكون بروسيسد او بيكون مصنع، المفروض ان انت بعيد عن الحاجات دي ايا كان نوع الدايت اللي انت بتعمله او ايا كان الدايت بتاعك هو اسمه ايه. المفروض ان الثلاث حاجات دي انت بتقللهم بقدر المستطاع. نيجي بقى بعد كده للجزء الاخراني من الفيديو، وهو ايه المكملات او هي الحاجات الطبيعية اللي هي ممكن تخليني اقلل او اضبط مستويات الكوليسترول بتاعتي. المكمل الاولاني بيكون الاوميجا 3، سواء كان فيش اويل او سواء كان كود ليفر اويل او ايا كان شكل الاوميجا 3. فالأوميجا 3 بيقلل الالتهابات، بيحسن من مستويات سكر الدم، وكمان بيزود الحجم بتاع الـ LDL particles أو بتاع الجزيئات الـ LDL، فلما حجمها بيكبر الخطورة بتاعتها بتقل زي ما احنا متفقين. فبالتالي حتى لو كان رقم الـ LDL عندك عالي برضو ما بيكونش بيمثل لك أي خطورة. المكمل التاني بيكون الـ Green Tea Extract أو الـ EGCG، فده بيكون مضاد أكسدة جميل، مضاد التهابات، وبيحسن من وظائف الـ HDL أو من الكوليسترول المفيد. فطبعا ممكن تاخده في مكمل، أو ممكن أنت تشرب شاي أخضر أو شاي ماتشا كذا مرة في اليوم، هيعمل لك برضو نفس الفايدة. نفس الكلام برضو في الأوميجا 3، لو أنت مش عايز تاخد مكملات أوميجا 3 شوف إيه الأكلات الطبيعية اللي فيها أوميجا 3 كتير، بس طبعا الأحسن أن أنت تاخد مكمل. الحاجة اللي بعد كده، ودي مش مكمل، دي حاجة طبيعية 100%، هي الرمان. الرمان من اكتر الفواكه اللي هي بتساعد الجسم على ان هو يتخلص من الـ LDL او يتخلص من الجزيئات الضارة بتاعت الـ LDL، او ان هو يطلعها برا الخلايا. والحاجة اللي بعديها وده برضو مش مكمل، هو زيت الزيتون. زيت الزيتون من الحاجات اللي بتزود الكوليسترول المفيد اللي هو الـ HDL، ومن الحاجات برضو اللي هي بتقاوم الاكسدة اللي بتحصل جوه جسمي، بشرط طبعا ان زيت الزيتون ده يكون الجودة بتاعته كويسة، ما تجيبش اي زيت رخيص وخلاص. والمكمل الاخرين اللي ممكن نقول عليه اسمه بيربرين. بيربرين دي استخرجوها من عشبة معينة، ديت من افيد الحاجات علشان مقاومة الانسولين، يعني بتحسن حساسية الانسولين في جسمي، بتحسن من مستويات الكوليسترول سواء هي بتزود ال HDL او بتقلل ال LDL، مضاد اكسدة جميل جدا. دي برضو من احسن الحاجات اللي انت ممكن تستعملها، ممكن انت تستعملها مع الاوميجا 3 مع كل وجبة، بتلاقي نتيجة كويسة مع الوقت. وطبعا لو هنقول حاجة زيادة ممكن نقول الالياف، وخاصة حاجة اسمها سيليوم هاسك، او ده بيبقى نوع من البذور بتعمله في مية زي مية سخنة كده وبتسيبه شوية وبيتكون، بيبقى شكله زي الجل، وبعد كده ممكن بتاكله قبل الوجبات بتاعتك. ساعات بيخلي الشهية بتاعتك اقل،
كمية الأكل اللي أنت بتاكلها بتكون أقل بكتير، وبرضو بيحسن من مقدرة جسمك أن هو يتخلص من الكوليسترول الزيادة. فده برضو مثبت علميا وناس كتير جدا عمل معاها نتيجة حلوة. فالحاجات دي كلها أنا هتلاقوا الرابط بتاعها في الشرح، بس صدقني الحاجات دي كلها ملهاش أي لازمة لو أنت معالجتش السبب الأول. يعني لازم تلعب رياضة، لازم أن أنت تحسن من النوم بتاعك، لازم تقلل الاسترس في حياتك، لازم الحاجات دي كلها الاول اللي احنا قلناها، وبعد كده المكملات ساعتها هتعرف ان هي تساعدك او هيجي الدور بتاعها. انما مكملات من غير الحاجات الاساسيه هتبقى بتضيع وقت. فيا رب الفيديو ده يكون مفيد. لو عايزين موضوع زي ده نعمل عنه فيديو اكتبوا لنا في التعليقات ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.